السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم حبيت ندير لكم هذا الفيديو، نبين لكم هذا الخضرة تيديروا الفلاحة، غلبة الفلاحة، نوع تاع الخضر التي تيغرسو الاكتفاء الذاتي بطبيعة الحال. كما تشوفوا هذه راه بصلة، راه باينة حمراء من تحت، تكون جميلة عادلة، تقردات مع المطيشة، شيكم يمينة وزيت العود. يا سلام، شليضة من داك الطراز العالي، خاصة في هاد الصيف هدا، شليضة مولتي حلو، المرقة ما تتحلش، وخاصة هاكا إلا كانت لا البصلة ولا مطيشة بيو، تيكون داكشي رائع. وكما تشوفوا هاد الشي راه غير الاكتفاء الذاتي، بنادم دايرو هاكا غير للدار، الحاجة ماشي زعما للتسويق. التسويق تيديرو الناس مساحات كبار، يكون داكشي باش يكون الانتاج كتير. هنا هادو تيكون خضروات للبيت، الاكتفاء الذاتي، والحمد لله هي راه بيو، ما تدار فيها لا دواء لا والو، يلاه تتسقى. الحالة دي هنايا راه ديال رمانة باقي صغيورة، ورغم ذلك راه بدات تولد تاهات، ولدت هاد الرميمينة، هي باقي صغيورة هنا، تيكبر هادشي تا للصيف، الساعة تيولي الرمان، شهر 8 تقريبا، سعود غادي يولي كبر، باقي صغيرة مازال ما ولداش بزاف. ودوكا الحمد لله كما قلت لكم ولاو البيار، دروكا راه ولاو هنا تيتنفعو الفلاحة، تيستعملو بعدا الما تاع البير وقت ما بغاو، راه تيسقيو منو إما لاكوانيا، لا عندهم شي لا عندهم شي حديقة هاكوانيا، ولا شي فيها هاكوانيا هاد الشجر ولا الخضروات، تيسقيو منهم باش ما تجفش. هادي راه برقوقة، هادي كنت درت لكم هاد الفيديو قبل اللي بغي عز عليه سميتو على هادشي الفواكه، راه كان ديك الساعة ولدها يلاه الحب باقي صغير، ولكن للأسف ولدات مزيان، ولكن ديك الفترة تاع الثمار فاش تاع الدجنة ما كنتش في البلاد، دونك الدجنات في فترة ما كناش في البلاد. هذا داك الباكور كرموس مسلمين كيما تيقولو ليه، باقي صغير تا شهر 8 تيولد، تيتعطل هاد الكرم هنايا، تيتعطل شوية شهر 8 تيتمر هاد الكرموس هدا. وهاد البرقوقة تبارك الله تيكون عروشها كبار وداكشي، وتيكون واحد الطل تحت ديالها جميل، نادم شي حصيرة تجبات تماك في الطبيعة، استمتع بزقزقات الطيور، تيكون واحد الناس مزوين، ما تيكون الشجار في الجوار وداكشي، تيجي واحد الغريب زوين وخا الصيف. هادي تاهي مشماشة، تاهي راه الفيديو هبطو شوية في القطاع الربع شهر 3، ولا تلقاو الفيديو تاهي كان ديك ساعة ولدة وداكشي، دروكاني راه كاع صافي الدجنة هادشي، دروكاني فات القطعة تاع مشماش فاتت. هادي برقو، هادي ديك كرموسة تاهي، ديك كرمة هي راه هادي تدير البيضة، ديك اللي وردتكم في اللول تديرو كحل، وهادو تقريبا ما الثمار ديالهم تيتعطلو، هادو هما الفواكه اللي تتعطل، هي والرمان تاع شهر 8 تيولي كرموس طايب وصالح للأكل. ايوا، نتمنى الفيديو رخكم، اللي ما مشارك يشارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.